خويا كنا مريحين في الدرب اخويا مع اليوم بيه دابا تنسمع العافيه العافيه جيت تنجري عايز واحد الناس عزاز اللي هما شاعله فيهم العافيه بزاف بالي الباب محلو بيدون شعار حتى طاسي طلعش طلعت لسطح نيشان شاعله العافيه كيبان ليا كنقول لهم شي واحد كاين شي واحد تما قال لكم كاين شي واحد بغيت ندخل نحاول نطفي العافيه ولكن ما قدرتش علاش الدخان تخنق شو هادي رجع لي رجعت تنجري قلت لهم هبط كل شيء خرج من الدار قالوا لي كاينه واحد المراه كبيره تقريبا عندها شي 85 عام بحال ما كانت 90 عام صافي البنت هي ديك المراه هي اللي ما غاتقدر تنوض ما وزيتش مسكينه هو تبيها هبطوا لك الناس كاين كل شيء هبط شفت واحد ما يتأذى الدار ماشي مشكل داك الشيء اللي تحرق ما تعاودش هبط الناس هي هذيك هبطنا السلام بخير وعلى خير اخويا لومبيلونس والاسعافات وعاي البومبي راه هذا الشيء والو تعطلوا بزاف اخويا تقريبا شربوه الساعه بحال ما هكاك اخويا ومن جاوا اخويا حاولوا تا هما طفاو تا هما تعاونوا هذا الشيء اللي كاين اخويا Thank you.